مضمار سباق الترشح للانتخابات الرئاسية اشتعل من جديد بعد عدة قرارات أخيرة لعودة بعض المترشحين، الذي أصدرت المفوضية قرارا يقضي باستبعادهم من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر الجاري. فقد أعادت محكمة استئناف سبها المرشح سيف الإسلام القذافي إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، وقبلت طعنا قدمه بقرار إقصائه من هذه القائمة. كما عاد كل من المترشحين عبد الحميد دبيبة ونوري أبو سهمين وخالد شكشك بعد قبول استئنافهم في محكمة طرابلس على الطعون المقدمة ضد ترشحهم للانتخابات الرئاسية. وبخصوص ترشح دبيبة، علق وزير التعليم الأسبق والمرشح الحالي للرئاسة عثمان عبد الجليل على قبول محكمة طرابلس استئنافه ضد الطعن بأن ترشحه للرئاسة مخالف للتعهدات التي قدمها وقت ترشحه لرئاسة الحكومة، مبينا بأن ترشح لدبيبة مخالف لنص المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية التي تقضي بأن على المترشح أن يتوقف عن ممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر. كما شدد على أن الاحتكام للقضاء وممارسة الحق القانوني في الترافع هو الهدف الذي ننشده في دولة القانون. وفي السياق ذاته، بيّن عضو لجنة الحوار السياسي السابق فضيل الأمين أن الاستبعاد الانتقائي مرفوض، وما دام قضاة الاستئناف أعاد كل من طعن أو استأنف فهذا يدل على أحد أمرين: أما أن الاستبعاد أو الطعن أساسا غير صحيح، وأما أن الأحكام القضائية غير صحيحة. كشفت بعض آراء المراقبين في الشأن الليبي أن الطعون كانت متوقعة لوجود ثغرات قانونية في قانون الانتخابات الرئاسية، ويرى البعض الآخر أن السيناريو الحالي هو تأجيل الانتخابات والتركيز على المسار الأمني والدستوري والمصالحة الوطنية. وكما نعلم أن الانتخابات هي الأداة الأساسية التي تسمح بمشاركة الشعب في صنع القرار السياسي، وأن مطالبة الشعب الليبي أجمع بالإصلاح السياسي أدى إلى ضرورة التحرك المحلي والدولي لإجراء الإصلاحات التي تلبي مطالب الشعب، وهي إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وعدم تأجيلها وبكل شفافية ونزاهة، برغم من إعادة بعض المترشحين إلى مضمار السباق.